إيها الرماها الدبدأ والسيارات الرماها الدبدأ الكاية مركا كاية قرح يسويحي ما قلتها كيات كان واسكا أغلي وين وركا وحوكو سوكوبي صوماليا إيتوبيا قلافك ودحي وارد ميني روي تريسنا ووكالات أفدير محالو قدامي ما هوش وارد ميني إيتوبيا وحيدة والسي بدي وحيد اللواتن كيلومتر ولا سيء شدة مالي وجهك كلنا ماركة يسي معني لن كان بدوي كليسة إست أفريقيا لوجس أدرايا حسن شيخ محمود قاع كيرت مركة رويترز مركة وحيد صادقتي بقني ودنا حنون حسن ومرك قرالك ولسو دقدقة يا مرك اسكاشي أمني حدودها حسن هشي اسكوه قلي لكن كمدعه إنو فليو كمدعه إنو أمد الله ريمادو باشي بوك اي تراد هو ذا اسكو شررتي فشل كيتنا يريد عن نحي اتابينا قرشي دوا محي مركة حسن وحو يري نيو داروت ايقبو ديجي امري فلا ايقبو بايدا بوحان ربا انان قيستونين حسين لدهاي وانيق عانكو كالسونا هاي او ديجي امري فلا كسماينا وحان ربا إن أن جيستونين حمسة عبد البرر الله هاي دستور كينو وسبب بدلي جرى وانا وحن ربع نين أنا جا أنت إلى جوجا إن أن ماشي جيستو أو كل شيء ما شرتين أن بربرينا إياه دردن إتوبيا مرك محيدين هرت قالين كنا وجود دوك معني مركز كدي وانفيرينينا بكاس إتوبيا دارات كبنت لأن هشي سيكون لقلين لفتا قرين هشي سيكون لقلين وكان أفرطا كون عيدا ما سوسينا عيد سوسي عصب وهوي عيدهين أبدا الأبدين مأمنين مركز صومالي ده سيد الله ترتمع إشحاق قبيل كان كو شيقايا إساق وحو أترتمي إتوبيا وآدي موسى إساقو تكريعه إن عيدما إتوبيانا أصواك حيستو إلهي الله سعانود أكو قبصدو داروت الباب كاسي اللي أودو أسكت لي إلهي إذا بيه لوريا دا كداسي قراعد إتوبيانا أنا إسكو حرمن أي ماشكو أودنادان إساق استراتيجية دي سوى صدح صومالي إن صدح لو قيبيو يجو حيدونين أفكار جروة إلا إيو أنت إن يجو اسمه مولان إتوبيا أي لحدان جبوتنا وحي قادنا يساق قادة طب ما له دبكم ما قمنا معني إتوبيا لجن عصناينا وأكادول كان النجع جوجنا جمهورية جونيا النهاية أما أنا لا أكون صدق أما أنا لا أكون سنين سيدوك له سومالي هذا الشيء جايو إن يسدح النقطة سيد إيسكو جين حسن شيخ محمود إيجا كو صوماليا يجا او غاي سيدان هاد كو شاغي اي صوماليا بنتلان ليرهدو او يدون مالكو اودن قال كاي افكاسن لغاسو اودي انت افكان جرو لغا اودي يو صوماليا ليرهدو كونفر صوماليا او كبلابتا قال كايو كونفر تيدا الا يو كسمايو الا يو دورو او هويو اي كا اطوريان اي هويو اسكليهين هويو اي مدحكيهين بس بيجح يحسن قريرة داس يسكوجين. أوكي. بنتلان إيدونا وحيو أردي إن الفدرال كدفاع كوجشه إسلامك إتوبيا وحيو تكت وحوي إن إتوبيا أن لصق حيسنن إساقة إيشان كوجرع إن لصعانات أفكا جرو أنو كأودن أود إتوبيا سئ وجبت بعدان أو ماركة يسمعني للك الدارات حرق أحدو
يجنا تي بي كده دالين وحي إثيوبيا كا كجدين مع معيشة كسر دكتور جرعب توس إن أدي سووا أيوة ما نيسو نالو إثيوبيا دي هذه صلني قاسي أقعد تيدنا قادو لب ماله كو حسن إيه هوية مرك إيجانا وحي مارك يسي او أردين إن كفر صومالي أردن عيد آن إيجا أهين آن وحبا أهان إنجريسك وحي كجدين إن ديقلي مرفلها أو لدقن هويها معني مچارة تيقد كفرت هوية ديقلي مرفلها معني مچارة تيقا إن دد نبادات أيهين لحكومي كرو لعقل لغوك لفرفوري كرو مارك يسي مامول كمعني أي ليهين نقف إيجا مقارسارة لقايسان كرو مارك يسكدب إلا إيه حدود إثيوبيا إلا إيه حدود كيا إلا إيه قال كعير دول كان هل مامول أو ليرا دا كونفور صوماليا ساوت سنترال إن إيهو إيه إسخيلة يهين قريرات دا سيو قدين أما إثيوبيان كمارك قريرات دا إثيوبيان كما أقولانا يا حسن وكسح لأ إنتو كسوف ريسو يريد دانا أنا كمكو آمين أيو يري ها أنا قريرات دا هان هدي أي قوميات نقطة يهدي إثيوبيا نقطة ديجلي مريفلان درسنا يدارو هوية درس منين حسن ففرين ولا قاطي انتو كسو فريسان واليري أما دارو إساقي مركي بحين لا سعانوت نلقبتا إدهين نوانكي دارو دا كدب التقي إسكا بحالي رساق وحاق قولي ستي شهدي داروك و الضبط للفينتا اتش النبي كان كارلايا اما ديقل امريفلي ديقل امريفلي شهدو ده ابي وحو يري انك اذن كان درسنا مركا حسن شيخ محمود يا ابي احمد يا قيل ويس اقايين لكن حسن معنيه سياسة داسو ايبناي وحين بضي وديبي بريا أنا أمضي حكومة شقولية دستور هذا ما فهمه إيسا كالي يسوب بحي ننفهمه يا عبد الرحمن عبد الشكور أجرى وريا عبد الرحمن عبد الشكور نين قطروه والله نين كاسوه برقدر لكن معنى يقفكو حيا والله شاقع ورقضه الشلي سوق ربوكت وحو يري حسن شيخ محمود قفل ما صعده ورقض ميديك يبديح كسعطوه دفكه وكوكا بعناية ورونتيس وكالده ورقى رويترس أيها قرحيسي أنا بخو شيء واحد ماشي اللي تجي شركة شيخ شريف إيوه يعني والجو قرينا يا واحد نوردن وشر يعني لبا لكن حسن شركة ماشي وتجي هذا بقى شيء كذا يمر كيف فشلنتي حسن شيخ محمود وحسو جديدي إثيوبيا بريكس على قدره يعني إيست أفريقيا على قدره ما تقدر هذا اللوق وكوسو قلنا فيري فكرة ده إنجليز أوطة إثيوبيا وحي كبيرتي بريكسي معني كبيرتي وروشك إشينها وطان ماشق دلأهان يجيسك والسكو هيا هردنا هجرة صومان الله رمركا إثيوبيان كسي بريكس لغا سو سارو وحال ربا إن لي يرادو إستا أفريكا كميونيتي لغو سو دارو إثيوبيا إستا أفريكا كميونيتي إنا يقشان وي دي دنيد محي دي دنيد إيست أفريقيا كوميونيتي وحا أطوركا كينيا إيو معني آكو شقيستا سوما إثيوبيانا ميل أي كأطوري سيرتا مركا لكتا محايا لوغو شايا غاية هادا إيست أفريقيا كوميونيتي إثيوبيا هادين لوغو صابيريو سوماليا إيست أفريقيا كوميونيتي ويقا شماعانو ها إيست أفريقيا كوميونيتي بد مكالا لهان حدودنا مكالا لهان حقيا الله سعودا هذه لعل حتى بنك أنا أكون فشلنا يا هشيسك إثيوبيا سي أن أفلنا سي علايسك جيبوتي أرمضة يوغي رئيسه سي ماركي سي جيل أبد بادو سي أنك أن أبد مادنو سي داروت يديقل إمريف لما دح أن أغا كوين كرنو إن كيس هذه تاني أي سعون ويدو سومالي دو أردن سي لو واي سدح بقوله مليون أو إست أفريكا بلاس لغو داري بقوله إلا باتن مليون
oo markaysa Itoobiyaan ah hadii la isugu geeyo waa 420 milyan oo dad ah qiyaastii 420 milyan oo dad ah Soomaali hadii lagu sii daayo Soomaali ma jiraysa aksiga adiga marka u soconaysid iyagana shuruudda ay adag tahay dawlad walba inaad heshiis gooni ay la gasho ay tahay iyagana ay ku iman karaan bila shuruud ciidankooda ku iman karo waxa macnaheedu aad wax diidi karin hal maxkamad inaad leedahay maxkamadda islaamka Soomaaliya waxay soo goysay ay ka sareeyso maxkamadda Arusha barnaamijkaas hadda socdo Hassan afkiisa ma kala furi karo uu ku fashilan yahay internationally waraysi ma dhiibi karo ummadda ma hor iman karo hadda ma fahmaysaa sidaasuu u fashilan yahay keeye saasuu u tegay waa xaaraan waa tuug waa khaa'in waa macnihii waxaan ku tilmaamaa qanaani xasan sheekh maxamuud marka Itoobiyadii waxay dhaaday ma ka haysanaha digilay mirifna daarood maan ku dilaha iyaga naqana ka warnay horta xasan sidaasuu wax yeelay Soomaaliye ama hadda waliba dhulka nabad uu qabaa dhulka saasaa loo kala gooyay maalinta Iiraan dagaal uu ay gasho Soomaaliya markaasi toos ay ugu dhamaatay hadda ma ku sheegay aniga hadda waxa la xeerinayaa markayse nimanka Iiraaniinta oo aan dagaalamin xuutiintan oo meelahan jooga waxba la dhowrayaa digniinta Mareykanka hadda uu soo dhiibay Djibouti qayb bay ka tahay markayse macnihii badaasi gacankaasi bada cas iyo arrimaheeda iyo arrimaha gobolka digniinta Muqdisho ayaan dhaweyd uu dhiibay waxa weeye way la xiriirtaa Mahad Maxamed Salaad jagada maxaa looga qaaday sabab oramada lagu sheegayo ilma Imaaraad waay daan ku soo koobo Puntland ilma Imaaraad waay Xasan Sheekh Maxamuud Sacuudiga markuu tagay boqorka kulamo kulmay uu yiri ilaa iyo ballantii Imaaraadka iyo aniga markaati aan ka ahaa taliyaha sirdoonka meesha ay ka qaadid markuu meesha joogay buu amar soo dhiibay Xamse iyo golihiisa wasiirada uu fariisiyay waa tii laga qaaday sidaasay ku timaaday Imaaraadka iyo Xasan way kala dhaqaaqeen marka Xasan waxa weeye qof cirna aan jirin dhulna aan jirin cirna ma jiro dhulna ma jiro walaalayaalaha way kaalmeeyeen geelihii oo sidii ilaah u caabudayayna isagay ku furan tahay 20 kun oo askari baa hadda ka soo fadhiya Ismaaciil Cumar Geele xuduuda Mulxle kaga aadan Eritrea oo ileen nimanka canfarta ah saddex dal bay degan yihiin Djibouti way degan yihiin Itoobiyana way degan yihiin Eritrea way degan yihiin casabta lagu sheegayo oo dekedda ku taala Eritrea iyo Itoobiya isku dagaaleen waxaa degan niman la yiraahdo canfar oo muslimiin ah anigu waan tagay Mulxlena waan tagay meesha ma arkaysay gabadha Muqdisho ka timaaday ninka canfarta uu qabo maqaayadda badda saaran ugu furan tahay oo half breeze markaa ka dalbatid soddon mukulaal breeze ka boobay ay degan tahay waa tagay 13 km bay u jirtaa xuduudda hal dukaan oo nin isaaq leeyahay baa ku yaal ubuq magaalada oo kalluunka badan waan garanayaa dhul aan aqaano waa tajaray waa maray ma fahmaysaa ilaa iyo dameer joog marka sidaasi awgeed waxaan sidaas u leeyahay yacni xagga 20 kun ka soo saaran oromadan oo 10 milyan ahna iyaguna go'aan bay qaateen waa tii wufuud iyo erga ay soo dirsadeen oo ay yimaadeen lafti naga iyagoo dhahay oromada iyaguna waxa weeye geela in meesha laga rido Soomaalida lagu dhul ballaarsado ayaa ka go'an iyaga iyo Soomaali galbeedana in ay bad wada helaan siyaasad ah in Soomaali galbeed Soomaalida degan iyo oromada bad ay wada helaan siyaasadoodu way tahay sidoo kalena waxay leeyihiin dhulka Soomaaliyeed annaga awalna laga kiciyay Ardul Xabash ayaa la dhigi jiray badan ma aysan jiri jirin ilaa iyo Saudi afkiis najaraad ma laha annaga iskale hadii Itoobiya ay jirtana
وحرنا إنا سبير مسي أنا هانو هدي إتوبيا أي بربرتنا أم حار إيه تكريه كير ربها فولو وحاوهي أنغو إنا إسكا أودنو أم حار إيه تكريه أنغو بضيهي له أنغو بريغي له أنغو سيدا أين صوماليا وحان مغلي جري أما سيدا أي تاي بونك قيامة مركو يارو كي دبق لها كي أروسي كي سكرات سنة كي هذا الشيء كله آخره وده عادا يعني هذه الدجال كان إيران إن أدعنا ويقول بلنتها ووالله جسوا الدايرين أيها والدجال سامين دونا سوماليا يجلس كأفريقيا جريتان كسوماليا أنا وحكوا حريه الدجال كاس إيران believe or not رميسا أمها رميسا أمرك إلهي بوطه ما أمرك إلهي بعله دجال كاسي وحكوا حريه فيري صوت عنو ليه محا إيران نجاك قليبا دي سوي الدين إيسا أدو عمبولا كدبان أي قوري قاعد عمبولا ذا كلي يقوم موقت صوت عنكو شيقايا دقال كاسي مركو قرحو قال إنك هاد الصومالي يكو هاي إنجريس حالانا يكولا فرد دا صومان يالكو إيه قاعد إتوبيان كهاد معني صومالي يجوغا مكو ورسانا ين هدو دي مركو هدو دارود لا صعد كي دارود لا صعد هدو دقلي مريفلات كي قفل